مشاهدينا مشاهدي النيل التعليم العالي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من نقطة تحول. النهاردة كلامنا هيكون عن دور الجامعة ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع. معنا ومعكم حديث حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور رجب الصقة، الأستاذ بإحدى الجامعات الخاصة وهو أستاذ الكيمياء. مرحب بحضرتك معنا أستاذ دكتور رجب. أيضا معنا ومعكم الكاتب الصحفي أمين حامد، الكاتب الصحفي والمنسق العام لبرامج خدمة المجتمع. مرحب بحضرتك معنا أستاذ. أهلا بحضرتك في أمين. يعني لما نتطرق الحقيقة للحديث عن رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، ده شيء في غاية الأهم أن يكون معنا أستاذ من داخل الجامعة وأيضا معنا كاتب صحفي له علاقات كثيرة جدا مع الجامعة. في البداية دكتور رجب، يعني كيف تقيم حضرتك دور الجامعة في خدمة المجتمع؟ هل هو دور حيوي ومهم جدا ومؤثر خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع المصري الآن؟ في الحقيقة الجامعات المصرية ومعها الجامعات الخاصة لابد أن تحقق رسالة الجامعة الرئيسية. رسالة الجامعة الرئيسية لها ثلاث رسائل: التعليم والتدريس، وده كل الجامعات بتأديه، والدراسات العليا والبحوث، وده الجامعات المصرية فيه، وخدمة المجتمع. هذه الرسائل الثلاثة بعد ثورة 25 يناير لابد أن تتغير تماما وأن تأخذ منحى جديد. لابد للأساتذة أن يعرفوا دورهم في توعية الطلاب وتدريس بطرق فعالة وطرق حديثة تتوافق مع الجامعات العالمية، استخدام برامج التعليم الإلكتروني، استخدام كتب إلكترونية، تعود الطلبة على الثينكينج التفكير، وأن الطالب يجيب المعلومة بنفسه. بالنسبة للتدريس والبحوث وخدمة المجتمع، الدراسة العليا لابد أن المشروعات البحثية اللي جوه الجامعات تنعكس على المجتمع. الدكاترة معظمهم بيعملوا أبحاث ومشروعات بحثية ورهينة الأدراج، لا، احنا عايزين هذا الكلام ينزل على كل دي مصاريف وفلوس. فين تطوير المستشفيات من خلال كلية الطب وطب الأسنان؟ فين تطوير المصانع من خلال كلية الهندسة؟ فين تطوير المدارس والتعليم من خلال كلية التربية؟ فين تطوير المواطن نفسه وثقافته من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؟ فين تطوير المواطن البسيط، الأطفال الشوارع، فين من خلال خدمة الجامعة، كلية خدمة اجتماعية؟ فاحنا نفتقد لدور حقيقي للجامعات المصرية في المجتمع المصري. الرسالة الثالثة وهي خدمة المجتمع، وأعتقد أن دي لابد أن الجامعات تعكس على تطوير ونمو المواطن بصورة حقيقية. تمام. طيب أستاذ أمين، يعني من وجهة نظر حضرتك ما هو الدور الذي يجب على الجامعة أن تقوم به من أجل خدمة المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لابد لأي جامعة، سواء جامعة أهلية أو جامعة خاصة أو حكومية، إن هي يكون عندها منظومة معينة متكاملة للنهوض بالمجتمع اللي هي عايشة فيه. فبالتالي المنظومة دي ما تجيش كده من فراغ، ولكن بدراسات معينة وأساسيات معينة لحل وطرح المشاكل وإيجاد الحلول الخاصة بها. فطبعا احنا مش هنقول اسم الجامعة ايه، ولكن احنا بنقول في جامعات خاصة هي بتقوم بهذا الفعل فعلا، ومن غير ما تطلب من اي مساعدة من الحكومة المصرية، سواء مجلس الوزراء او الحكومة او اي شخصية بارزة في المجتمع المصري. تمام. طيب يعني الحقيقة دكتور، بالنسبة لو مسكنا كده قطاع قطاع، يعني مهم قوي ان احنا نتكلم عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات، لانه هو يعني القطاع المنوط بخدمة المجتمع، وطبعا القطاعات الاخرى يعني لها دور طبعا كبير جدا. هذا القطاع قطاع مستحدث نسبيا في الجامعات المصرية، لكن الحقيقة عايزين نعرف من حضرتك المفروض بيكون بيعمل ايه دلوقتي. يعني الادوار اعتقد اختلفت شوية بعد 25 يناير، يعني بقى في نوعية من المشاركات السياسية للمواطنين، بقت خدمة المجتمع يعني ليها دور أكبر بكتير قوي من فترة سابقة. خدمة المجتمع في الجامعات المصرية بتحتل ثلث الجامعة، وليها صحيح. نائب رئيس جامعة، صحيح، وفي كل كلية في وكيل لكل كلية لخدمة المجتمع وتنميته. أين هذا الدور في مثلا المشاركات السياسية؟ نحن افتقدنا في الشهر الأخير ده دور الجامعات وأساتذة الجامعات في توعية المصريين بالدستور، نعم أم لا. المواطن أصبح محتار، له فاهم نعم هتودي فين او لا هتودي فين. اين دور اساتذة الجامعات في توعية المواطن البسيط بهذا المفهوم مثلا؟ ده المشاركات السياسية بالذات. اين دور الاساتذة في توعية الطلاب داخل الجامعات؟ ما شفناش احنا برلمانات شبابية جوه الجامعات، ما شفناش حركات كده الاستاذ ياخد الطلبة ويقعد معهم ساعة كده يتكلم عن دورهم ويقرأ لهم الدستور. نبعد شوية عن المناهج الدراسية وممكن نعمل توعية سياسية دكتور. بالضبط، ما هو ده دور فعال في بناء المجتمع. صحيح طبعاً. طبعا احنا هنطلع دستور لمصر لمدة عشرات السنين. صحيح. وهو قابل للتغيير كما حدث طبعاً في دول اخرى. طبعاً. لكن يجب على الاساتذة كان ان هم يعقدوا ندوات، ونشوف كده في البرامج التلفزيونية، ونشوف الاعلام كله شغال والصحافة شغالة.
وان الاساتذه بيلعبوا دور ما في نحشدش المشاركه بس السياسيه. ضد نعم او ضد ليه، لكن نحشد للفهم والتوعيه اصلا ايه هي فهمني، البنود وايه هي ال مش يطلع استاذ، يطلع واحد رئيس حزب يقول لك قولوا لا احنا مش قطيع من الغنم، ويطلع واحد اخر يقولوا نعم، لا احنا لابد ويعني نفهم. الحقيقه دكتور للاسف برضو ان احنا نربط نعم بدخول الجنه ولا بدخول النار واشياء من هذا القبيل، الكلام ده غير يعني صحيح بالمره. يعني المفترض انه يعني دور بقى اساتذه الجامعه هنا اعتقد يا دكتور ان هو كبير جدا، انه ممكن يوعي الطالب داخل الجامعه وبالتالي الطالب ده يوعي اسرته. اساتذه الجامعه استاذ هم الجامعه ليدرز، هم قيادين برضو له يعني اسره وله جيران وله ولا وله نقلل وله. من شان الاخرين، لا طبعا شان دكتور، بس الاعلام يعني وشان الصحافه وشان طبعا حضراتكم طبعا، لكن نفترض لا ده دور من الادوار يعني طبعا، يعني يمكن هيسندوا طبعا جميع التخصصات، لكن احنا بنتكلم على استاذ الجامعه باعتباره يعني طبعا من الفئات التي لها رؤيه كبيره جدا يعني لما يحدث حولها. طيب بالنسبه لحضرتك يا استاذ امين، شايف ازاي ممكن نعمل على هذا الدور؟ ازاي ممكن نعمل توعيه سياسيه؟ ازاي ممكن نفعل ادوار كثيره جدا للجامعه من اجل خدمه المجتمع الطلابي اولا والمجتمع الخارجي بعد ذلك؟ جميع الجامعات بتعمل حاجه اسمها الانشطه الطلابيه، المفروض من داخل الانشطه الطلابيه دي نعمل حاجه اسمها مؤتمرات او ندوات التثقيف السياسي. بمعنى ان يكون الدكتور ده بتاع الجامعه يعمل تثقيف سياسي في حاجه معينه، في مشكله معينه زي الاطروحه بتاعه الدستور، المفروض يبقى عنده حياديه تامه، مفيش حشد لنعم او للا او ده كذا او ده كذا او قولوا كذا، لا هو يكون يطرح الموضوع بحياديه تامه، لان احنا نفتقد النقد الحوار السياسي، بنفتقد احترام الراي الاخر، كل لسه واحد بنتعلم يا لسه بنتعلم، احنا نعتبر يعني احنا كي جي وان ديمقراطيه، صحيح لسه بنبني نفسنا، لسه بنبني نفسنا. فزي ما بعض الناس قالت احنا ما هي عايزين نطبق الشريعه، لا احنا بنقول الراحل عمر سليمان قال مصر غير مؤهله للديمقراطيه، فانا برضو من هنا من قناه التعليم العالي بقول ان مصر في الوقت الحالي غير مؤهله لتطبيق الشريعه، لان لازم نبني نفسنا بنفسنا ويبقى عندنا حاجه اسمها بناء نفسي. الناس مش عايزين تزعل مننا يا استاذ امين، احنا بنقول كده انه مصر يعني غير مؤهله للديمقراطيه، هو ده شيء ما يعيبش مصر. لازم ابدا ببيتي، ابدا بابني، يعني هو ابدا ببنتي، بعد ما ابدا ببيتي التأهيل ده ممكن يجي بقى بطرق معينه من وجهه مع نظر مرور الوقت. بالظبط يا دكتور. استاذ دكتور رجب، حضرتك تشوف ان احنا ممكن ناهل مصر ازاي او ناهل شبابنا داخل الجامعه بدايه، لانه بجد هم اللي عليهم العبء الكبير جدا، شبابنا دول هم اجيال المستقبل باذن الله، هم الجيل اللي ممكن يبني مصر الفتره الجايه. انا بصراحه متبني مقوله دايما اقولها لطلابي في الجامعه، يا اولاد انتم طلاب اليوم، انتم رجال الغد. صحيح. وهم رجال، فلا بد ان نعدهم على مفهوم الليدرتي القياديه. نحن نفتقد الى حسن الاداره في مجتمعنا المصري، لا توجد اداره حسنه في المستشفيات ولا في المصانع ولا في المدارس. انا كنت قاعد مره مع خبير انجليزي جورج من مدارس جرين هاوس سكول في بريطانيا، كنا في فندق في قطر، فبيقول لي انتم تفتقدوا في مصر الليدر مانجمنت، حسن الاداره في المدارس. احنا عندنا 50 60 الف مدرسه في مصر. صحيح. فين دور الناظر الحقيقي لتوجيه المدرسين؟ فين دور وكيل المدرسه؟ اعكس ده على الجامعه، اعكس ده فين دور العمداء في توجيه الطلاب داخل كل كليه؟ تعالى يا اولادي اجمعهم، والاساتذه جوه القاعات، يأهل الطالب الى ان يكون قائد المستقبل، صيدلي المستقبل، دكتور المستقبل، هو محامي المستقبل، هو اعلامي المستقبل. صحيح. في حقيقة بدون مجامله احنا في جامعه النهضه بنحاول نلعب دور دون اشاره لهذا، الى توعيه الطلاب وخلق شخصيه ثقافيه بنائيه جديده في المجتمع المصري. وده انعكس عندنا في برامج توعويه لخدمه قوافل طبيه، امس اول امس كان عندنا حمله ضد الالتهاب الرئوي، حمله ضد امراض الايدز، بينزلوا الولاد يعملوا قوافل طبيه في قرى محافظه بني سويف وصعيد مصر، قوافل طبيه لخدمه امراض العيون، وكل ده مجانا. عندنا قروض ميسره لاهالي، عندنا مشروع اسمه المراه المعيله في محافظه بني سويف، بنتبنى مشروعات صغيرة، كل ده بنحاول نوعي الشباب انهم يطلعوا معانا وينزلوا داخل الجامعة وخارجها. وكان عندنا برضو من فترة كده برنامج اقرأ دستورك، طلاب هم اللي عملوا كانوا جوه الجامعة، الطلاب اللي عملوا كده يا دكتور، الطلاب عملوا اكيد ده بتوجيه من الاساتذة كمان يا دكتور، يعني حاجة. المشرف العام بالجامعة حقيقة كان داعمهم جامد في هذا الموضوع، وكانوا بيوعوا الطلاب والاساتذة وينزل وهكذا، فده دور ايجابي. تمام. طيب نيجي بقى لحضرتك يا استاذ امين، وحديثنا عن مؤتمركم الاخير الخاص باطفال الشوارع، فكره الحقيقه ان الجامعه تهتم وانه يعني تهتموا حضراتكم بهذا الموضوع ده شيء في غايه الاهميه، لكن الاهم ازاي غطيتوه او ازاي اهتميتوا بيه، لانه يعني يمكن اتغطى قبل كده كثير جدا والمشكله ما زالت زي ما هي، واطفال الشوارع في الشوارع زي ما هم. اطفال الشوارع هي قنابل موقوته، الثوره اللي جايه مش هتبقى ثوره كرسي سياسه او كرسي سلطه، هتبقى ثوره اطفال الشوارع، بمعنى
بمعنى ان الدكتور رجب لما جه عرض الفكره في 2009 بان موضوع اطفال الشوارع ده غايه في الاهميه وان دول ولادنا ولازم ولازم ولازم، فراح للمسؤولين فكان الناس تسمع منه وخلاص. ولكن انا بصفتي طبعا كنائب رئيس مجلس اداره جريده الناس فقلنا احنا نتفاعل ونتبنى هذه الفكره، فقمنا بالعمل بدعوه بعض الخبراء في هذا العمل من الجمعيات الاهليه ودكاتره علم النفس، وعملنا فعلا بالفعل يوم 10/11 بقاعه قصر ثقافه الطفل في جاردن سيتي، عملنا مؤتمر كبير حضرته معانا الفنانه هند عاكف، حضرته معانا كمشاركه سياسيه منها كانت على المنصه، لان احنا ما كناش كلنا كنا رجاله فلازم يكون في عنصر نسائي في وسطينا، اللي يحس بالام الطفل، اللي بيحس بالام الطفله اللي مرميه في الشارع اللي من غير اب ومن غير ام، طب احنا نعمل ايه؟ طب احنا نفكر ازاي؟ فعملنا المؤتمر ده ودعينا كل الشخصيات والجهات المعنيه، وفي اللي استجاب وفي اللي ما استجابش، ولكن احنا كنا بنطرح المشاكل عشان ندور على الحلول. فكان الهدف من المؤتمر دوت ايجاد الحلول لاطفال الشوارع. لو قلنا سي مثلا هم 3-4 مليون على سبيل المثال وليس الحصر، احنا ممكن كمان سنتين ثلاثه لو سكتنا يبقوا 15 مليون، يبقوا 11 مليون، طب الاطفال دي مصيرها ايه؟ فاحنا قلنا ان ظاهره اطفال الشوارع دي هي مسؤوليه كل اب وكل مواطن شريف مصري، سواء صحيح. اب او ام، لان ربنا بيقول في القران وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم. انا ممكن اموت النهارده، ابني يبقى مصيره ايه؟ بنتي تبقى مصيرها ايه؟ فعشان كده احنا فكرنا في ايجاد الحلول، عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها جمعيه شموع مصر، عشان خاطر نعمل الفكره نفسها نتبناها ونعمل قوافل خاصه بمهرجان اطفال الشوارع، زي ما العهد البائد من المحاسن بتاعته ان هم قالوا هنعمل حاجه اسمها محو الاميه، نلغيها ونقضي على مشكله محو الاميه، بالتالي هي اتلغت بس مش بنسبه كبيره. ولكن قعدوا فتره من الزمن، فاحنا هنفضل برضو لغايه اخر نفس في عمرنا لغايه ما نقضي على ظاهره اطفال الشوارع. نتمنى ده يا استاذ امين. والله دكتور رجب، يعني المؤتمر ده كان شيء في غايه الاهميه ان حضراتكم تهتموا بحاجه زي كده، لكن فكره ان احنا نهتم باطفال الشوارع او نعمل مؤتمر ونقول كلام كثير جدا، الفعل ممكن يكون ايه من وجهه نظر حضرتك بالنسبه لظاهره اطفال الشوارع؟ وهل الجامعه عليها دور كبير جدا لانها تضم داخل اروقتها الاساتذه في علم النفس وفي علم الاجتماع والاطباء النفسيين وكل من يهتم يعني وله علاقه بهذه الظاهره؟ في الحقيقه فكره اطفال الشوارع هي جزء من دور الجامعه في خدمه المجتمع. فالجامعه لما تجد او الجامعات لما تجد اطفال الشوارع عددهم وصل الى هذا الرقم المهول كما اشار زميلي الاستاذ امين بالملايين، فلابد ان جامعه تبدا تبحث القصه دي. بالفعل عقدت مؤتمرات في هذا الشان، وكان في معانا زملاء المصريين بالخارج، من المصريين بيكونوا عاملين مؤتمرين المصريين بالخارج، بعضهم ابدى استعداد ان يقوم بارسال معدات من اوروبا ومن امريكا مجانا لهذه القريه، فطلعت فكره قريه شموع مضيئه في كل محافظه، احنا عايزين نعمل قريه في كل محافظه. قريه في كل محافظه من اجل اهتمام باطفال الشوارع. بالضبط كده، القريه دي هتضم هتبقى مساحه من 10,000 ل 20,000 متر مربع، هتضم في جنباتها كامبس لاواء الاطفال، مشرفات اجتماعيات للاشراف على الظروف النفسيه للطلاب للاولاد دول من خلال الجامعه، مهن حرفيه وصناعات صغيره تعكس ده على المجتمع، الاطفال يتعلم حرفه. أنا من خلال تعاون ما بين قرية شموع مضيئة مع بعض المعاهد في أوروبا وأيرلندا، وفي عندنا السيدة عفاف علي في أيرلندا أبدت استعداد، أستاذ سعيد المغربي غيرهم وغيرهم، مصطفى رجب في بريطانيا، الدكتورة سامعة بصمت، كل الناس دي أبدت على وقالت نفسها إنها تعمل إيه؟ تشارك. ما فيش مانع نعمل مستشفى طب نفسي داخل هذه القرية لعلاج الأطفال. الطفل هو خارج من عندي بعد السنة قضاها عندي في قرية شموع مضيئة هياخد لايسن ترخيص إن هو يجيد حرفة. يجيد حرفه، واللايسن يبقى لايسن عالمي يشتغل بيها جوه مصر او بره مصر، يبقى انا اهلته نفسيا وانقذته من الشر. لو عملنا حضرتك دكتور رجب هنا بتتكلم في نقطه في غايه الاهميه، يعني المفترض انه يبقى هنا في تعاون طبعا برضو كبير جدا من الاجهزه التنفيذيه داخل كل محافظه عشان يكون في قريه في هذا المكان. الاجهزه التنفيذيه تعطيني الاراضي وتعطيني التراخيص يعني ما بيقدرش اكتر من كده، وطبعا هيدخل دور القطاع الاهلي وهتدخل برضو بدون شك الجامعه، لانه حضرتك بتتكلم عن مشرفات نفسيات لابد ان هم يكونوا خريجات متخصصات مثلا من كليات الخدمه الاجتماعيه. قابلت مره احد المستشارين لوزير القوى العامله، تمام، واتذكر اسمه دكتور فاضل، قال لي انا مستعد اجيب لك اجهزه تنفيذيه حتى رئيسه الجمهوريه. اعمل نموذج، واحنا بنجرب نعمل نموذج، بنحاول نعمل نموذج في بني سويف لهذه القريه. بصراحه انا بشكر الدكتوره نجوى خليل وزيره التامينات الاجتماعيه،
هذه السيدة لما سمعت عن أفكارنا من خلال شهر أو شهرين من خلال برضو برامجكم الطيبة الحلوة دي، حركت الجهاز التنفيذي جوه الوزارة ورصدت مبلغ 70 مليون جنيه لتحريك المراكز الأول شبه شبه يعني عايزين نحرك روتينية، عايزين نخرج من خارج الروتين التوقيعات اللي بتقعد بالشهور. كان معمول القرار السريع، كان معمول له ميزانيه 14 مليون رفعته ل 70 مليون، وانا من هنا بوجه شكر ليها لان وعملت مؤتمر 6 ايام لمناقشه قضايا تفعيل الوزاره في خدمه اطفال الشوارع، وعملت مشروع اسمه اطفال الشوارع. هي يعني الحقيقه ده طبعا مجهود يشكر يا دكتور لوزاره الشؤون الاجتماعيه، لكن احنا عايزين نعرف من حضرتك برضو الظاهره دي متشابكه العناصر جدا ومتشابكه المحاور، الحل ليها ايه بوجهه نظر حضرتك، حتى بوجهه نظر حضرتك الشخصيه يعني العلميه والشخصيه؟ الحل ليها الجمعيات الاهليه جوه الوطن، الجمعيات الاهليه مع منظمات المجتمع المدني مع وزاره الشؤون الاجتماعيه مع رجال اعمال مع قطاع التعليم الصناعي والفني، ده مهم جدا جدا. ورش عندنا اكثر من 140 مع 140 مركز ورش صناعيه في مصر مش شغاله. تمام. طيب الحقيقه دكتور يعني شايف حضرتك عنصر جذب للطفل الشارع علشان يدخل قريه زي الفكره اللي حضرتك بتقول عليها، طفل الشارع للاسف اتعود على قعده الشارع، بتلاقيه حضرتك احيانا لو راح احد المؤسسات الاجتماعيه ممكن يهرب منها. امتى تكون الاماكن دي بعد ما ان شاء الله ننفذها مكان جذب لهذا الطفل، ما تبقاش مكان طارد، لازم تكون في معامله انسانيه بطريقه معينه من المشرفين، لازم يكون في حرفه معينه هيتعلمها يعني بشكل سهل، كمان لازم يبقى في توافق بين الاعمار وبعضها وبين الطفل، يعني يبقى في تصنيف، ما يبقاش كل اطفال الشوارع مع بعض. يعني قال يعني 40 فدان 50 فدان 60 فدان، كامبس كبير. تمام. فكانه جوه شارع بس شارع راقي، يعني مجتمع راقي، كامبس وخدمه اجتماعيه واسره وحرفه وصناعه وملاعب ومسجد وكنيسه وملاعب. مش مانع جوه، وفي ابعاد برضو مهمه قوي ان بعضهم طبعا في ادمان وفي مشاكل كثيره جدا، فلازم طبعا. لكن اين رجال اعمال؟ اين رجال اعمال اصحاب المليارات؟ فين دور مقاولين عرب؟ فين دور شركات اتصالات وفودافون وموبينيل؟ الناس دي كلها لازم تتحرك، لان الناس دي بتمثل خطوره عليها هي اولا في المقام الاول. اذا كانت حكومه ضعيفه او ما عندهاش المقدره وما عندهاش ميزانيات، رجال اعمال يتدخل، القطاع الخاص يتدخل، جامعات خاصه تتدخل، المدارس خاصه تتدخل، لازم انقذ هذا الطفل من الشارع، لان ده في ظهري، وده زي ما قال الاستاذ امين، ده الثوره القادمه، ثوره الجياع اللي اشار عليها كل الفلاسفه، ان انتظروا ثوره الجياع ان لم تحلوا مشكله الطفل. او في حاجه تانية ما ننساش، ان اثناء الثوره تم استغلال اطفال الشوارع. الحقيقه معانا بعض الصور لاطفال الشوارع يا استاذ امين، يعني بتوضح طبعا خطوره الشكل، يعني بالظبط بالظبط، يعني طفله في الشارع بالظبط بلا مأوى. فين القائمين على التعليم الخاص والتعليم العالي والجامعات في طفلة فيه؟ كمان طفلة الشارع كمان في خطورتها اكبر دكتور طبعا، لانها ممكن تتعرض لاعتداءات. يا استاذ النهارده بدا يظهر جيل تاني في الشارع طبعاً، من الاطفال بيتزوجوا في الشوارع للاسف يا دكتور، من الاطفال كمان وبعضهم ببعض، وهو اللي بيهاجم الملاكي والمرسيدس ويقول له اقف وهات الموبايل وهات مش عارف ايه، ويخشوا المولات ويهاجموا على الاطفال. ابشرك ان احنا لما عملنا المؤتمر حضر معانا اليوم مصطفى البولكي، هو لواء سابق وبيتبنى برضو نفس الفكره معانا، وهو ساهم معانا وحضر معانا على المنصه. من يوم الخميس اللي فات كان عنده بنت وولد من اطفال الشوارع، كان هو بيكتب القايمه بتاعه البنت في البيت، وتم زواجه مع عقد كرامه نتيجه ده. جميل ده بس ده عمل فردي، ولكن ده عمل فردي، احنا عايزين نعمل بقى منظومه جماعيه. احنا عايزين قرار من رئيس الجمهوريه بتخصيص 20 مساحه ارض في 20 محافظه مصريه. صحيح. لا تقل عن 40 فدان. صحيح. لقريه ده مشروع امن قومي، كل محافظه ليها ظهير صحراوي كبير جدا. اتمنى هذا الرساله توصل للدكتور مرسي والدكتور شمندير وكل القائمين على البلد. احنا في نقطه كمان يا دكتور، الحقيقه دكتور يعني فعلا حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه وبرده يمكن توافقنا فيها يا استاذ امين، انه بجد اذا لم ننظر لهذه الظاهره بعين الاعتبار، وده مش كلام يعني نظري وتنظير وخلاص، ده هيبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا. في مشكله لان في محافظات مصدره لاطفال الشوارع كمان، بمعنى إيه؟ انت عندك حاجه اسمها الحق عماله بره، بتطلعي عمال من مصر تسافر بره، انت عندك محافظات من هنا في مصر داخل مصر الحدود بتاعتها مفتوحه للقاهره، فعمل تكدس. المحافظات المصدره لاطفال الشوارع عايزين نقضي على هذه يعني الظاهرة. بالفعل النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي يا استاذ امين، انت في بعض المحافظات ما كنتش بتلاقي هذه الظاهره تماما. لا 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 ما فيش، يعني بيبقى لينا زيارات كده لبعض المحافظات ما كانش، ما كناش بنشوف متسولين في الشوارع ولا بنشوف وبين الاشارات بنلاقيهم في كل المحافظات، يعني ازاي ده حصل؟ يبقى طبعا في تصدير بقى للاطفال المحافظات اللي ما كانش فيها هذه الظاهره. ده في اللي اكتر من كده، ان البنت ممكن تهرب من بيت
مامتها عشان جوز مامتها، والولد يهرب عشان معامله مراته. احنا لو دورنا على اسباب اطفال الشوارع بقى كمان دي لازم ندور عليها كويس برضه، بخلاف دي. المخاطر اللي هي بتاعه الادمان، تلاقي الولد من دول اللي نايم تحت كوبري. لكن الاطفال دول بيتعرضوا الى موضوع سرقه، هم بتسرقوا نفسهم، تجار هم بيتسرقوا ويتاجروا في اعضائهم، كليه، كبد، مش عارف ايه، وبيذبحوهم ويبيعوهم. يعني انا برضه في امتهان لكرامه الانسان المصري والطفل المصري. فين منظمه حقوق الانسان؟ بصراحه انا بنشكر قصر ثقافه الطفل، ايوه، لان هذا قصر ثقافه الطفل تعاون معانا بصراحه وفتح كل قصور الثقافه، واحنا عاملين قافله استاذ سعد عبد الرحمن لمستوى مصر كلها. عاملين قافله للمهرجان بتاعنا، بداناها في قصر ثقافه قدام السفاره الامريكيه، بدانا من شهر وهنروح المنصوره ان شاء الله خلال اسبوعين. كانت يوم 3/12 بس احنا اجلناها. تمام، والله نتمنى يا دكتور ان احنا بس يعني نشوف كل الكلام اللي حضرتك قلته ده، عاملين يعني احنا على الفيسبوك صفحه على ارض الواقع، وانه بجد يعني واضح من كلام حضرتك ان المدخل الرئيسي لبدايه حل هذا الموضوع ممكن تكون اهتمامات من الاجهزه التنفيذيه والجهود الرسميه، ويمكن ده بدا مع وزاره الشباب. هذا البرنامج نقطه تحول، بنتمنى يكون عام 2013 نقطه تحول في قضيه اطفال الشوارع، وتنال حظا من رئاسه الجمهوريه الى رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء جميعا الى الجامعات الحكوميه والخاصه، الكل لازم يشارك في هذه القضيه الخطيره جدا. عايزين نقول والله يا دكتور استيقظوا، يعني ده ده, ده ده شيء في غايه الخطوره، واحنا مش بنتكلم بس تنظير كده وخلاص، مهم جدا احنا نهتم بهذا الموضوع. واكيد ما فيش حد يحب ان هو يشوف يعني لا قدر الله ابنه او بنته او حد قريب منه ده منهم مواهب يا استاذه هبه. نعتبر بالظبط اطفال الشباب منهم مواهب طبعًا. جدا عاليه جدا، وفيهم يعني عاهات، ولكن عنده مواهب فنيه ومواهب ابداعيه ومواهب تصنيعيه ورش رسم كمان. ممكن في قص ثقافه الطفل عملنا ورش رسم، لانه طفل اتحرم من ايه بقى ساعتك؟ اتحرم من حاجات كتير قوي يا دكتور. المدرس في الكي جي وابتدائي كان قاسي عليه عشان ال 70 80 طفل جوه الفصل، ده لو كان دخل فهرب. ممكن ما يكونش دخل لا كمان. حصل انا عندي حضرتك شفت الحالات مقربيه، يعني هرب من المدرسه لسلوك المدرس العدواني، صحيح. ضرب العصايه، لما مدرس يحرم طفل يخش التواليت طلع يعزب 3 ساعات ويموت في الفصل. المعلمه تقص شعر التلاميذ يا دكتور داخل الفصل، هذا معلم محتاج تاهيل، معلم يضرب طفل بقدمه ويركله بقدمه، التعليم يعني التربيه والتعليم مش عارفه والله في الحقيقه، يعني فعلا اشياء في غايه الخطوره. تحس حضرتك ان المعلم كمان نفسه عايز تاهيل، المعلم يعني لو دورت حضرتك على منظومه فعلا اطفال الشوارع دي، هتلاقي ان في يعني مثلا لو دورنا على الاسباب، من الاسباب زي ما حضرتك بتقول ان بعض الاطفال بتتسرب من التعليم وتذهب للشارع، لان الاسره طبعا بتجبرها انها تروح المدرسه، هو مش عايز يروح مدرسه لكرهه للمعلم او المعلمه داخل المدرسه. في اسباب تانية طبعا الطلاق والانفصال وغيره بين الابات والامهات، هتلاقي طبعا كل الاب يلفظ الابن والام تلفظ الابن ما يلاقيش غير الشارع، انفصال الزوج عن الزوجه لتوافه شخصيه وعدم تحمل الزوج والزوجه، والدين حثنا على تحمل الطرف الاخر، كل منا يتحمل الاخر، هل فده بيدفع تبنا مين؟ الطفل يا دكتور للاسف الشديد. المجتمع بقى هنا لازم يدخل يا استاذ امين ويكون عليه دور. ايه اللي تامل حضرتك تشوفه اذا شفنا يعني باذن الله كل محافظه مهتمه، وزي ما كان في رد سريع الحقيقه من وزيره الشؤون الاجتماعيه الدكتوره نجوى خليل، وانه بتجهزوا لي اراضي في 20 محافظه ان شاء الله. ان شاء الله احنا تتمنى بقى تشوف ايه؟ يعني تحب تشوف من القطاع الاهلي ايه؟ تحب تشوف من كل المهتمين، مش لازم بس القطاع الاهلي. اتمنى من كل الهيئات الاعتباريه زي الوزارات، الداخليه، قطاع الاحداث، قطاع رعايه الاحداث اللي هو المسؤول عنه وسعر وزير الداخليه، قطاع الطب، كل القطاعات ديت اتمنى منها ان يكون فعلا في نقطه تحول في عام 2013. بخلاف اللي لسه ما كلمناش، احنا معانا الاستاذ الدكتور مسعد عويس نقيب رياضي الاسبق، هو مشارك معانا بمؤسسه عويس الخيريه فعلا، وهو مشارك معانا بالفعل. اتمنى ان يكون في تغيير جذري، لان احنا القريه اللي الدكتور رجب قال عليها ان احنا بصدد انشائها ديت في كل محافظه، هتبقى عباره عن بيت عيله يلم الاطفال كانه في اسره، نشوف الارامل، نشوف المطلقات، نشوف اللي ما بيشتغلوش، الناس ديت نوظفها، نعمل برضو تنميه موارد بشريه للناس ديت. لما اجيب انا عندي مثلا، لو قلنا مثلا عندي 70,000 او 60,000 او 1000 واحده مطلقه او ارمله في سن مثلا 30 او 35 40 سنه، تعتبر ام بديله. ليه انا ما استفيدش بيها في القريه ديت؟ ليه انا ما شغلهاش؟ فبالتالي احنا لازم نستفيد من الناس ديت. يعني ممكن تبقى الام البديله دي كمان منتجه، وزي ما حضرتك قلت انك هتدخل القطاع التعليم الصناعي وغيره، الام تتعلم حرفه والطفل يتعلم حرفه، وكله يبقى منتج، يعني ما تبقاش بس الانتاج على والشغل كله على طفل الشارع، ممكن الناس الموجوده معاه كمان كارامل كمطلقات كغيرهم يبقوا برضو ناس منتجه يساهموا معانا، واحنا بالتالي هيعيد عليهم بان دوت المؤسسين بتوع جمعيه شموع مصر
تتعمل رواتب للناس ديت وتخصص رواتب، واحنا هنعمل لجان متابعه لتحريك الماء الراقد في الوزارات الاولويات. بصراحه اسمح لي انا اشير لدور الاستاذ دكتور صديق عفيفي بدون مجامله وبدون دعايه، هذا الرجل في جامعه النهضه بيحاول يبرز دور الجامعه كقلعه في خدمه المجتمع. عملنا مشروع وعملنا مؤتمر حضر الاستاذ امين معانا يوم كامل لخدمه الفلاح المصري، وناقشنا قضايا الفلاح وجبنا نقيب الفلاحين وجبنا مندوب من صندوق التنميه الزراعيه والبنك، ورفعنا ملف بالكامل الى مجلس الشعب الماضي، ونوقشت قضايا واتحلت قضايا 41 ألف فلاح من وراء هذا المطار. مشكله المياه بتاعت المياه مليونيه الخير، مليونيه الخير، مشكله المياه كمان. يعني زي ما بنتكلم على اطفال الشوارع عندنا بقى ظواهر تانية. الفلاح المصري يا دكتور زي ما حضرتك كده ذكرت وفتحت النقطه دي، امتى نشوف نقطه تحول في حياته؟ الفلاح المصري بيعاني ويعاني ويعاني. يعني خلينا نلاحظ احد البرامج الفضائيه عن مشكله يعني البيئه وتلوث البيئه. اتفضل يا دكتور. اكتشفت ان وزاره الزراعه لما بترسل ماكينات انها تقص قش الرز فبتسيب 20 سنتي في الارض من قش الرز، الفلاح بيستفاد من القش ده، بيبيعه وبيجيب منه فلوس جامده. الفلاح لما يلاقي 20 سنتي في الارض مش عارف يشدها ولا عارف يروح جايب عود كبريت وحارب الايه؟ القش الرز. اذا المشكله جت منين؟ من وزاره الزراعه انها ما اهتمتش وجابت ماكينات حديثه تقص قش الرز. يعني احنا بنتكلم فعلا ان الفلاح المصري هو سبب السحابه السوداء في مصر. علشان عايزين نهضة زراعية زي اللي بنشوفها. مش الفلاح المصري بقى من كلام حضرتك، مش الفلاح المصري لوحده بس، لكن الأجهزة اللي مش حديثة هي اللي بتخلي بعض قش الرز موجود في الأرض بتخلي الفلاح يحرق. ما زال القرار، ما نلبسش القضية دايما بقى للفلاح يا دكتور. القرار قرار روتيني، قرار عقيم. عايزين نهضة زراعية حقيقية زي كندا. ها بنشوف احنا في كندا مئات الأفدنة. عايزين هولندا. زراعة ها هولندا. ها ليه ما بنعملش زراعة حديثة عندنا في مصر واحنا أصل الزراعة في العالم؟ طبعا يا دكتور. طيب لو بنتكلم عن نقطه تحول في حياه الفلاح ده يا دكتور، لازم المدخل برضو لهذا الموضوع ومدخل اهتمام بالفلاح المصري، نعطيه اراضي زراعيه، نعطيه تسهيلات، التعثر في قريه منتجه زي زمان، يطلع اللبن ويطلع الحليب ويطلع الخبيز كان زي زمان كده ايام جدي وجدتي وجد وكده، كنا نروح الريف نعشقه. النهارده الريف طارد، لا احنا عايزين الريف جاذب. الفلاح المصري دكتور يعني طبعا مش كله بس كتير قوي قاعد دلوقتي في المقاهي بيتفرج على التلفزيون ووسائل الاعلام لحد 4 الصبح و5 الصبح. الفلاح اللي كان مفترض حتى كده بندرس ان الفلاح بيصحى مبكرا، يستيقظ مبكرا من نومه ويذهب الى الحقل ويعمل ويعمل. الفلاح ده مفيش حقل ومفيش خبز ومفيش فين حاجات. يا ريت انا عايزين. طب ازاي ترجع يا دكتور من وجهه نظر حضرتك؟ نرجع تاني الى كل، هل الفلاح هيقدر يسيب وسائل الاعلام ويسيب التلفزيون؟ كل محافظه فيها جامعات حكوميه وخاصه وفيها كليات زراعه، فين دور كليات الزراعه في توعيه الفلاح والنهوض بيحل مشاكله؟ الكل زراعه تعمل بحوث تطبيقيه لخدمه مشاكل الفلاح. تعالى يا فلاح ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي التسمين والعجول، نسمن لك. احنا عندنا بحوث مركونه في الدور. ايه مشكلتك في الزراعه؟ عايز اعمل دوره واثنين وثلاثه. فين دور البحوث الزراعيه التطبيقيه في حل؟ احنا عايزين وكيل وزراء. الارشاد الزراعي كمان يا دكتور ده اللي كنا بنسمع عنه، كنا بنشوف برضه في وسائل الاعلام كده. انا اتمنى من دكتور مرسي يلحق ينقذنا ويعمل وكيل وزاره لكل وزاره في كل محافظه تتابع مع الجامعات ومع التعليم الخاص في كل محافظه، تبقى كده محافظه تنمويه بحيث على 2050 نجد مصر دي انطلقت. يا ريت والله يا دكتور، نتمنى باذن الله. احنا عايزين نقول ان الزراعه هي ام الاعمال. طبعا يا دكتور. بمعنى الزراعه لما تشتغل هيشتغل وراها منها الصناعه، بعد ما الصناعه ما تشتغل تيجي ورا منها التجاره بالزبط. بعد ما تيجي التجاره تيجي التصدير، لما يجي التصدير هتيجي رؤوس الاموال. جميل. طب احنا نبدا منين؟ نبدا بالفلاح، لان مصر هي دوله زراعيه. صحيح. فاحنا ما ينفعش احنا يبقى دوله زراعيه واحنا ما بنشتغلش بالزراعه. صحيح. القمح اللي بنستورده المفروض احنا لو زرعنا ارض مصر هنغذي العالم كله، لان مصر دوله عظمى. انا مصمم على ان مصر دوله عظمى. مد ايدك للسودان جنبك اهي واراضي الجنوب شمال السودان بقى ولا جنوب السودان مش عارفين. عايزين نخش السودان وخلاص. هنقف مع حضراتكم مع كل الساده المشاهدين فاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونكمل حديثنا في نقطه التحول. انتظرونا بعد الفاصل. فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طايتها يرتمين. فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصري We'll be right back.
مره تانية مشاهدينا مشاهدين التعليم العالي في كل مكان، وبنكمل حديثنا عن دور الجامعه في خدمه المجتمع. لسه مشرفنا ومنورنا داخل الاستوديو الاستاذ الدكتور رجب الصقة استاذ الكيمياء واستاذ الكاتب الصحفي امين حامد. برحب بحضراتكم مره تانية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. يعني الاغنيه السابقه دكتور انا حاسه انها اثرت معايا جدا يا دكتور رجب، فين شبابنا يعني بلدنا بتضيع مننا. اغنيه جميله قوي. ممكن نستنى ايه يعني مصر الحقيقة دوله محوريه، كلمات مصر دوله عظيمه معبره جدا. اه بالظبط. مصر انا اتغربت عنها 22 سنه، ولما جيت وعشت ايام الثوره بقيت سعيد ومبسوط. مصر حضرتك عشت في الغربه 22 سنه ورجعت لمصر تاني دكتور؟ اه اغتربت ما بين اليمن وقطر والسعوديه ودول خليجيه ورجعت تاني يا دكتور. اهم حاجه انك رجعت. انا رجعت الحضن الدافي لبلدي لوطني. رجعت مع الثوره يا دكتور ولا من قبلها؟ قبلها بسنه وعشت هذه الايام الجميله وكنت ابكي في احدى الفضائيات اللي اعتمر عليها، وقلت ان ايام مجلس حكم المجلس العسكري مصر وطن ام، لو ضاع مننا مش هنلاقي وطن تاني يلمنا، واحنا 90 مليون ما شاء الله لينا. بتقول اه يعني ايه بعد كده هنستنى ايه؟ لينا اذرع وايادي في كل حته في الدول الاوروبيه، اللي عمل لاوروبا اللي عمل ايطاليا وفرنسا واسبانيا المصريين، اللي ساهم في بناء الخليج مع الاخوان الخليجيين المصريين، اللي ساهم في حضاره امريكا المصريين، الان بيرجعوا. انا اشيد على مجدي يعقوب، دوره الدكتور مجدي يعقوب في ودوره في اسوان مركز رفع القلب الجميل، دكتور غنيم في منصورة. المنصوره، دكتور زويل بيحاول وما زال محاولته عثرات، لكن في غيره يقدر يعمل. الدكتوره نجوى عملت 40 فدان في 6 اكتوبر لاطفال الشوارع، انا بشكرها من هنا وعايز ثاني وثالث ورابع وخامس. دكتور شريف بتاع اليابان، دكتور شريف اه معهد اورام السرطان، في بذور كويسه، لكن عايزين تكاتف. دكتور مصطفى السيد بيحاول يكتشف العلاج الجديد للسرطان. انا اشير لدور مصر الخير يعني هنا. مصر الخير دورها عظيم جدا، واتمنى الشعب كله يتبرع لهذه المؤسسه مصر الخير. والدكتور علي جمعه بيدعم البحث العلمي ودوره في الكانسر. تمام. من اوائل المؤسسات الحقيقه دكتور اللي بتهتم بالبحث 57 العلمي. 57 يا ريت يكون منها مئات المستشفيات في مصر. يعني صحيح يعني شوف النجاح يا دكتور، يعني نجاح حلو كمان قوي يا دكتور. انا دخلت مستشفى التامين الصحي بوالدي ما قدرتش اعمل له اسعافات، وده تامين صحي على مستوى 50 سنه بيدفع تامين صحي للدوله، وكان عمره طبعا وصل 80. ربنا يديك الصحه يا دكتور. الله يرحمه رحمه واسعه. لكن القصور الطبي بيقابل كثير من المصريين. عايزين ننهض بالصحة، عايزين ننهض بالتعليم، ننهض بالتعليم العالي. الوطن ده عظيم. شيء جميل يا دكتور، بنتمنى والله. دكتور أمين يعني أستاذ أمين الحقيقة شايف حضرتك إن الجامعة الفترة الجاية المفروض تكون بتعمل إيه في المجتمع؟ المفروض الجامعة تعمل حاجة اسمها دراسات ميدانية أو جولات ميدانية، تاخد مجموعة من الطلاب سواء علم نفس أو سواء تربية أو إلى آخره حسب قطاع كل جامعة، وتنزل الشارع، تنزل ميدان. تنزل تشوف نقاط القصور وعلاجها، شوفوا يعملوا توعيات سياسيه، توعيات طبيه. القوافل اللي بتطلع دي المفروض تطلع تلف في جوب محافظات مصر. احنا من هنا بنشكر من يعني المؤسسه اللي هي مؤسسه عويس دكتور موسى عويس، ونشكر مؤسسه المركز العربي للاخلاق والمواطنه دكتور صديق عفيفي، الاستاذ رجاء فاروق عطيه اللي هو جمعيه الرجاء للتنميه وحقوق الانسان اللي هو رئيس ائتلاف شباب الاقباط في مصر. بنشكر الناس ديت لان الناس دي فعلا بتنزل الشارع وبتنزل تشوف المشاكل ايه وتحاول تدور على الحلول، فبالتالي مش لوحدهم، لازم بقى دور الجامعات. دور الجامعات ما يقتصرش على التدريس، على العمليه التعليميه. تمام. طب الحقيقه يعني على ذكر ده، الجامعه يا دكتور رجب الحقيقه قامت بدور جيد جدا مع العاملين داخل الجامعه، وادت لهم قروض ميسره. يعني الحقيقه بتلاقي طبعا حضرتك للاسف الشديد ناس كثيره جدا متعثره في سداد القروض، يمكن اسره يعني بتزوج اولادها بتعمل شيء من هذا القبيل، بتقسط بعض الاجهزه فورا ما بتقدرش تتعثر وما تدفعش، بتلاقي طبعا سجن بعد كده ولا قدر الله. لا لا احنا عندنا قروض ميسره. فاحنا عايزين نعرف التجربه دي تجربه ناجحه جدا دكتور، عملتوا ايه في التجربه دي؟ ونتمنى نشوفها في مؤسسات كثيره جدا. سعاده الدكتور صديق عفيفي جزاه الله خير، وبيدفع للاسر مبلغ 3 4 5000 جنيه بحيث يبقى عنده مشروع منتج ويقسط على 12 شهر او سنتين بدون فوائد. تخيل حضرتك الرقم، يمكن بعض الناس تسمعه تقول لك ده رقم بسيط 3 4000 جنيه، لكن ده بالنسبه لاسره ممكن يكون بدايه مشروع كبير جدا. طبعا وممكن يعني يسعد اسره كامله ويبقى مصدر رزق ليها. يجيب سياره تكسب الاقساط، يجيب بالزبط. الله يعز الجاموسه يربيها في الريف، عنده مشكله يجيب سمات زراعي لفدانين ثلاثه. في ناس فعلا في مصر ما بتلاقيش يعني طبعا ممكن تشتري فعلا صحيح بعض الحيوانات مثلا وتبقى مصدر دخل البان بالظبط
وغيره طبعا بيلتزموا الناس بالسداد، فده اللي بيشجعه انه يرفع من 100 اسره. تتمنى حضرتك تشوف ان الجامعات بتعمل ده؟ يعني هتلاقي في داخل الجامعات، كل الجامعات الخاصه وما شاء الله عندها دور، تشوف الناس اللي حواليها في المجتمع اللي حواليها المحيط بالجامعه، لازم يتحركوا ويحركوا خدمه المجتمع في كل الجامعات. برافو عليك. تمام يا دكتور. تمام. الجامعات الحكوميه تلعب دور من طبعا. خلال الوزارات طبعا. يعني هتلاقي جنب جامعه القاهره في يعني احياء محتاجه جدا. لا خلينا في الريف بالظبط. الاقاليم بقى بص كمان، وجامعه المنصوره فين، وجامعه اسيوط، وجامعه المنيا، وجامعه سوهاج، الصعيد بالذات. الجامعات المصريه ما فيش ميه عنده، محرومه طبعا من الميه ومحتاجه، يعني يا دوبك هو الزرع ده. ممكن الجامعه تدخل في صحيح يا دكتور يا استاذ امين في النقطه دي، انها ممكن الجامعه تساعد في ادخال الصرف الصحي والميه للقرى المحرومه في الصعيد او في الجامعات اللي هي كليات الجامعات الاقليميه. في عندنا ازمه دلوقتي 80 مليار جنيه، تقدر تساعد وكليات دي 80 مليار جنيه مطلوبين لاصلاح الصرف الصحي على مستوى قرى مصر كلها. هنجيب منين 80 مليار جنيه دي؟ ده لو كان فيها صرف صحي اصلا دكتور. الا لو ده الجامعات دخلت مع الاهالي. صحيح يا دكتور. والمنظمات المجتمع المدني. وانا سمعت عن مشروع قريب صغير بيتبناه الدكتور عبد القوي وعامل مشروع محافظ القاهره يا دكتور. لا لا لا، وزير المياه، وزير المياه دلوقتي وزير بيحاول يجمع 1000 جنيه من كل اسره بتجمع الميه بالترنشات. نقول له هات ال 1000 جنيه ديت، بدل ما تقعد انت 3 4 سنين تجمع بال 25 جنيه كل شهر ولا كل اسبوع، هاخد منك 1000 جنيه مره واحده. لو عندنا مثلا 200 300 الف قريه او اسره، انت جمعت حوالي 20 30 مليار مع رجال الاعمال المصريين بالخارج، مع الشركات الدوليه جوه مصر اللي بتربح مليارات دي ما شاء الله، نقدر نحل ازمه الميه والصرف الصحي. وانا عملنا مؤتمر للميه وكان مؤتمر عالي جدا. نقابه العلميين. نقابه العلميين زملائي جزاهم الله خير عملنا، وعرفنا مشاكل الميه في مصر في كل محافظه. طب يعني الحقيقه يعني كده معاكم توثيق يا دكتور يعني او احصاء يعني للمشكله؟ وعملنا توصيات 35 توصيه ورفعناها. طب ما ندورش بقى لما نيجي نعمل ده، يعني لما نيجي نبحث المشاكل الميه ايه، احنا عندنا توثيق. يعني نفسي دكتور يعني او نفسنا كلنا نشوف انه في تواصل بين المراكز البحثيه والاحصائيه في مصر. احنا جاهزين. يبقى عندنا قاعده بيانات للميه خلاص معروفه، مش هندور بقى من الاول وجديد. قاعده للصرف الصحي، قاعده للاطفال الشوارع، يبقى عندنا احصاء دقيق. لحد النهارده احنا مش عارفين على فكره. معانا توصيات المؤتمر ده دايما. دكتور رجب كان المنسق العام لمؤتمر المياه، وجاب خبراء من بره مصر ويتكلموا فيها، وهو كان المنسق العنصر الاساسي والفعال في الموضوع دوت. مش بقول كده عشان هو قاعد وجاب نقابه العلميين مع نقابه المهندسين في مدينه نصر، واتعمل المؤتمر كان على اعلى مستوى، وجي مساعد وزير الدفاع اللي هو دكتور استاذ امين. الحقيقه بيبقى فيه مجهود كبير جدا، لكن عارف اللي بيضيع المجهود ايه حضرتك؟ انه مفيش تواصل ومفيش تفعيل. هي اللي بقى اللي بنراها. يعني يمكن الدكتور يكون عمل مؤتمر ده، ممكن يكون عمل في محافظه ثانيه او في محافظه ثالثه او في محافظه رابعه، لكن مفيش تواصل بين الناس. بصراحه اشكر محافظ المنيا من هنا من هذا المكان، مش عارف المحافظه اسيوط، جاب نقابه العلميين اللي جوه المحافظه وقال لهم عايزين ايه. شيء جميل. وراح مفعل معاهم وقال لهم امكانيات موجوده والمحافظه موجوده. فلو كل محافظ اخذ سلطات رئاسه الجمهوريه في تفعيل هذه القرارات. مش عايزين لا مركزيه. طيب يعني لا مركزيه. عارف حضرتك هنا وانت بتتكلم عن محافظه زي المنيا مثلا، يعني ذكرتني حضرتك بحاجه مثلا موضوع قطر الصعيد. احنا لو عندنا يعني توثيق ايه المزلقانات اللي عليها مشاكل في مصر، اعتقد ان ده يعني بدايه الحل. يعني برافو عليك. لحد النهارده كل محافظه تعرف، كل محافظه عارفه مزلقاناتها اللي فيها مشكله. دكتور يعني خلينا صراحه، كل محافظه عارفه مشكلتها فين وخد قرار. بالنسبه بقى للقطارات اللي كل شويه يعني طبعا تحصل مشاكل كثيره جدا، ويعني لا قدر الله يعني يحصل وفيات، وبعدين نصرخ ونقول ان في مزلقانات بيموت عليها اطفال ومزلقانات بيموت عليها ناس. طب ما ليه ما نلجاش لكل محافظه نشوف مشاكلها ايه، تعاون مع الجامعه مع الجهات البحثيه. عارف حضرتك لو فكرت في الشباب هتلاقي انه في شباب المخترعين، ممكن تلاقي شباب مثلا عندهم افكار رهيبه جدا لمشكله. هنا جامعه المنوفيه، هندسه المنوفيه، الطلاب اكتشفوا طياره هليكوبتر بدون طيار، وخدوا جائزه عالميه فيها. فين الطياره دي؟ ما اشتغلتش ليه؟ ما اتحركتش ليه؟ طياره هليكوبتر زي دي دكتور لو كانت موجوده في مكان حادث زي حادث قطر الصعيد ده، كانت ممكن يبقى على طول يعني اسعافات يعني سريعه. اسعافات سريعه. بعض الاطفال ما كانوش لاقيين يعني علاجات، وما كانوش لاقيين انواع خيوط معينه، ويعني اشياء من هذا القبيل. كانت يعني حاجه زي كده لازم تبقى يعني مفعله. واعتقد طالما الطلبه عملوها اكيد تكلفتها مش عاليه. انا اعتقد جميع كليات الهندسه في مصر كليات مليانة. فعاله ومليانه مشروعات. عندنا في معهد طيبه مشروعات التخرج الخاصه بالطلبه دكتور حاج، بتلاقي فيها طلبه على عمارات ناطحات سحاب، وفيها انقاذ اوتوماتيكي ومطافي اوتوماتيكي. ايوه احنا شفناها والله يا دكتور. مقاومه زلازل احنا شفنا اطفال يعني شفنا طلبه في كليه الهندسه مخترعين سياره تمشي فقط تمشي في الشارع، تاخد لها كده ماركه وتمشي في الشارع، ما فيش فيها اي الجامعه مشكلة. الالمانيه تبقى اول سياره مصريه. الجامعه الالمانيه جوه الهندسه الصناعيه متطوره جدا جدا. طب ليه يا دكتور اشرف؟ احنا بنناديه من هنا، واشرف منصور صديقي ورجل محترم جدا، سينيور اشرف على ما بيقولوا الالمان، عامل مراكز صناعيه جوه الجامعه متطوره جدا جدا. طب انا بطلب منك من النهارده اعكس ده على قطاع الصناعه في مصر.
صحيح يا دكتور. يعني عارف حضرتك احنا والله اعتقد ان احنا المفروض نكلم هنا دكتور محمد مرسي، هو استاذ في كليه الهندسه ويعلم تماما كليات الهندسه مليئه بايه يا دكتور. يعني نتمنى بجد ان احنا في الفتره القادمه ننظر بعين الاعتبار بالذات لكليه الهندسه. يعني طبعا كل الكليات لها احترامها، كل الكليات لها احترامها، لكن احنا بنتكلم ان مصر فيها مشاكل كتيره جدا حلها الحقيقه عند طلبه كليه الهندسه. كليات العلوم عندهم مشروعات بحوث تطبيقيه لمعالجه المشكله. كليات الكليات العمليه دكتور، الصيدله عندهم اختراعات وادويه وادويه طبيعيه وادويه صناعيه يعني مشروعات التخرج في كليات الصيدله، في كليات العلوم، في كليات الهندسه الحقيقه دكتور تصلح انها تكون مشروعات تجاريه كبرى في مصر. مراكز فلابد البحوث ننظر بجد ليها يعني نظره ثانيه. الطالب من دول بيعمل مشروع التخرج بتاعه وبيخلص بياخد شهاده البكالوريوس بتاعته وبينسى مشروعه، بينسى حلمه. ليه؟ لان مفيش وظيفه بيلاقي نفسه فيها بعد التخرج، بيفضل قاعد سنه سنتين على المقاهي او الكوفي شوب او النت وتبص. يعني احنا يا دكتور والله يا استاذ امير احنا مش عايزين ننتظر بجد ايه ان الطالب يخرج ويحبط ويساء فهمه من داخل المجتمع ويهاجر. احنا عايزين الطالب اللي عنده فكر ده بالذات يعني لازم تكون له نظره اخرى. يعني مش عارفه بقى تكون ازاي يا دكتور رجب بن والله حضرتك احنا بنطالب الطالب المبتكر والمبدع في كليات العلوم رؤساء الجامعات المصريه من قناه التعليم العالي. بنطالب رؤساء الاساتذه رؤساء الجامعات المصريه ونوابهم وعمداء الكليات بضروره البحث والتنقيب والتفتيش عن المشروعات البحثيه الحقيقيه جوه الجامعه. هو مسؤول عن ذلك وسيحاسب امام الله سبحانه يوم القيامه. يفتش عن المشروعات دي ويرفعها الى الوزراء والى مجلس الوزراء ويرفعها الى المجتمع ويعلن عنها في الجرائد والمجلات والصحف والاعلام. والدكتوره ناديه زخاري فاتحه مكتبه في اي وقت للناس يعني وزيره البحث العلمي هي متعاونه ما شاء الله عليها يعني جداً. فتح المكتب بتاعها في اي وقت الجامعات تكون خلايا نحل وتشتغل. عايزين نصحى كده دكتور من وجهه نظر حضرتك نصحى في التعليم العالي ازاي مع والله حضرتك نرجع تاني لرساله المجتمع، رساله الجامعه الرئيسيه، التدريس الفعال النشط من خلال تعاون الجامعات الحكوميه مع جامعات اجنبيه. مفيش مانع، مش مشكله، هات لي جامعات اجنبيه، تبادل الخبرات، تبادل الخبرات، هات لي جامعات جوه البلد تقعد تعلم الاساتذه اليات التدريس الحديثه، ها اللي هو بيسموها الجوده الشامله النهارده. ها الجوده الشامله مش بالقلم والورقه وال مش ان الكليه اعتمدت وخدت الجوده. لا 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 لا، الجوده الحقيقيه هم هناك بره ما عندهمش حاجه اسمها خد جوده من عندي او سيرتيفيكيت، هم اصلا قايمين بالجوده لان حياتهم كلها جوده مش محتاجه يعني نظام. ما هو مفيش حاجه اسمها برضو الاعلام ليه دور برضو في الموضوع ده. المفروض الاعلام ما يتجاهلش برضو للكليات ودورها ومؤسسات التعليم. المؤسسه اي مؤسسه تعليميه المفروض بيبقى ليها دور فعال. فزي ما احنا ما كنا بنسلط الضوء في ايام الانتخابات الرئاسيه على عناصر معينه او عناصر مميزه، نعمل سبوت على فلان وشويه نشيل سبوت على فلان، برضو المفروض الاعلام يكون ليه دور على الجامعات والكفاءات اللي فيها يظهرها حتى ان تخرج ما لديها. احنا مع حضراتكم اهو يا دكتور، يعني احنا والله معاكم. قناه التعليم العالي مفتوحه لكل من يبدع. واحنا بنينا بنشكر الاستاذ مخلص رئيس القناه، بنشكر كل القائمين على البرنامج. احنا بنشكر حضرتك. نرجع للمؤتمر اطفال الشوارع مره ثانيه لانه موضوع في غايه الاهميه. يا استاذ امين، ايه اهم التوصيات اللي خرجتوا بيها من هذا المؤتمر؟ توصيات المؤتمر احنا عملنا حاجه اسمها لابد اول نقطه حصر اعداد الاطفال اطفال الشوارع في مصر، مش في القاهره بس، لا في جميع محافظات مصر. تاني حاجه طفل والله الشارع. والله بتتكلم في نقطه مهمه يا دكتور يا استاذ امين، لان لحد النهارده الاحصاء مش واضح. لا الاحصاء غير معلوم، في ناس تقول 7 مليون، في ناس تقول 3 مليون، في ناس تقول 4 مليون. ده رقم وده رقم تاني، ده محتاج تجهيزات وده محتاج تجهيزات تانيه خالص. وبعدين احنا عشان قريه شموع مصر احنا يبقى لينا سن معين من الاطفال، هيبقى من سن 5 او 6 سنين لغايه 14 سنه عشان خاطر الولد دوت يتعلم اي حاجه. في الكامباوس دوت هيتعمل فيه مدرسه زي مدرسه تعليميه يتعلم، بخلاف الكشف الطبي عليه او الكشف النفسي، يبقى يتعمل له فايل ملف كامل عنه، سي في كامله من اول ما دخل من اول يوم لغايه اما يخرج وهو معاه شهاده بترخيص ان هو يزاول اي مهنه وينخرط في المجتمع المدني. نتمنى يا استاذ. تاني حاجه تكليف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيريه بحصر الاعداد. طفل الشارع هو بذره البلطجي، بمعنى الطفل بيبقى في الشارع لو سبناه اتعلم الادمان، اتعلم المخدرات، اتعلم يمسك سلاح، اتعلم يدافع عن نفسه. ثالث حاجه الاطروحات كثيره ولكن الحلول غير موجوده، غياب الحكومه والوزارات عن دور اداء للاسف كان الفعالة. المتهم يعني في بعض الاشياء اللي حصلت اثناء ثوره 25 يناير وما بعدها طبعا بيبقى متهم رئيسي طفل الشارع بالزبط. زي المجمع العلمي وغيرها. الحقيقه كان اتقال برضو ان الطفل ده مش عارف قيمه المكان فهو اللي رمى
الاشياء الحارقه على المجمع العلمي، محدش عارف طبعا الكلام ده صح ولا لا يعني لحد النهارده مش عارف. لا محدش عارف، احنا بنناقش الصور الصور بتوضح طبعا. بس طبعا هو بيقولوا ناقم على المجتمع وناقم وناقم، فهو يشترك في حقده على المجتمع خلاه يحرق هذا المجمع. وممكن برضو تكون ناس استغلته لانه الحقيقه برضو ما هو هيجيب ثمن الحاجات الحارقه اللي بيحرق بيها دي منين، هو الاستغلال السيء وبيحتاج حاجات فطبعا ليها ثمن. احنا شايفين الاطفال مع حضرتك يا استاذ امين نايمين في الشارع طبعا. ايوه بيشتغلوا طبعا في مسح السيارات او ممكن يتعرض للخطر جدا على فكره. بالزبط ممكن تلاقيه في اشارات المرور والعربيات ماشيه وهو في وسط العربيات. احنا من هنا بنناشد بانشاء المجلس جنب المساجد اهم بنناشد من هنا الصور اللي احنا شايفينها دي بنناشد يعني بص حضرتك ما شاء الله يعني الطفل في غايه باي طفل يعني في غايه البراءه طبعا وعينيه يعني مليانه براءه. بس احنا من اهم التوصيات ان احنا بنناشد بانشاء المجلس الاعلى لاطفال الشوارع والمعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصه. مجلس اعلى لابد من تفعيل مجلس يركز أعلى. بس مع اطفال الشوارع يركز، هو هي دي شغلته الحقيقيه ومهمته الحقيقيه في مصر. والله مش محتاج معاه ذوي احتياجات، ذوي احتياجات عايزين برضو مجلس لوحدهم يعني. ويبقى في حاجه تانية اللي هي التمويل بقى والمشاركات من المسؤولين زي المحافظ زي الوزير زي سواء تعليم. ممكن تفرض نسبه بسيطه مثلا 5-1% 0.5% على اي مؤسسه لمشاركه مع اطفال الشوارع مثلا، مؤسسه تانية مع ذوي الاحتياجات الخاصه، مؤسسه ثالثه مع 90 مليون موبايل في مصر مثلا مثلا يعني لكل موبايل قرش واحد زي ما تفرض ضريبه تقريبا قرش واحد على المكالمه قرش تاني برضو بالظبط كده مخصص لهؤلاء الاطفال. سنجد خلال 3 4 سنين حننهي هذا القضيه. لابد من عقد عده لقاءات مستمره بين الباحثين عن اطفال الشوارع واصحاب النفوذ ومشاركه في عالم رجال الاعمال. اطفال الشوارع دول ليهم حقوق في الدوله، يجب على الدوله ان ترعى حقوق اطفال الشوارع. أطفال الشوارع هو مجني عليهم، المجتمع جاني عليهم لأنه لا توجد لهم رعاية سواء صحية أو طبية أو تعليمية. منشدة لكل مستثمر بالاشتراك في مشروع أطفال الشوارع. تزايد أطفال ظاهرة الشوارع المفروض إنها بتتزايد كل يوم بعد يوم، زي ما الدكتور رجب تفضل من شوية وقال إن الأطفال دول في سن بلوغ بيتزوجوا من بعض فبالتالي بأعمالهم بتزيد، بيبقى في تكاثر. انشاء مؤسسه تكون زي مثل بيت العيله بالظبط، هو ده اللي احنا بنصبو اليه يعني. ويتعمل مهرجان قومي شهري في كل محافظه مصريه. احنا شغالين في الكلام ده. احنا ان شاء الله ان شاء الله اللي عايز يتابعنا او يتواصل معانا على الفيسبوك اول يناير هنعمل مهرجان في المنصوره. KDS اندر سكول ستريت STRE او نكتب مهرجان اطفال الشوارع على الفيسبوك او المهرجان القومي او اطفال الشوارع على الزوار مهرجان الشارع بالعربي على الفيسبوك او مهرجان اطفال الشوارع او الشموع المضيئه او الشموع المضيئه برضه عشان يتواصل معنا الحقيقه. ومن هنا بنقول احنا ما بنطلبش من حد اي حاجه ماديه. لا بالعكس انا كنت لسه هطلب يعني اي حاجه ماديه. لا يعني احنا بنقول حته بس مهمه قوي دكتور رجب اشار ليها كده انه شركات الاتصالات وغيرها احنا لو قلنا مثلا للمتعاقد مع شبكه الاتصالات انه ممكن نتصل بيه تليفونيا ونقول له ان احنا هنخصم منك مثلا استاذ جمال السادات ما شاء الله عليه في الشهر 50 قرش مثلا مش جنيه حتى ممكن 50 قرش في الشهر تحب توجهها الضريبه اللي اتفرضت تحب توجهها لحاجات خاصه تحب توجهها زي الضريبه اللي اتفرضت على الاتصالات كل شهر يعني من كل مشترك من ال 90 مليون مشترك في مصر 50 قرش في الشهر بالظبط مش جنيه حتى 50 قرش. احنا هنفتح مستشفى 57 نجحت بحمله شعبيه برع ولو بجنيه تبرعات برع ولو بجنيه احنا بن كمان بننزلها نحن نناشد اطفال الشوارع ان يعاملوا معامله شوف العميل عايز يديها لمين ممكن يديها لذوي احتياجات خاصه دي ده على فكره فرض على اي واحد طالما ماسك موبايل طفل طالما ماسك موبايل يا دكتور رجب من حق المجتمع عليه بجد ان هو يعني يطلب منه زهيد رقم زهيد جدا كلام فاضي عشان انقص حياه طفل وانقص انسان عشان تشوف بقى طفل شارع تشوف عشان بحميه اللي شايل الموبايل ده انا بحميه عشان ما يتسرقش منه الموبايل عشان ما يتسرقش منه الموبايل ايوه بالظبط والله وكل ما هو معاه مش الموبايل في زميله فاضله والله احد في مدارسنا الاستاذه سناء امين زميلتنا في النواحي الاعلاميه فاضله جدا قالت لي ابني تعرض لحادث اعتداء شرس جدا في مول مدينه نصر ايه اللي انتوا بتعملوه ده عمل عظيم من اطفال الشوارع احنا عايزين نحرك الشارع احنا بنحرك المصري استاذ جمال السادات زي ما قال استاذنا له دور خطير بنشده يشترك معانا ويشاركنا ويوحدنا مش شركه اتصالات بس كل الشركات ويرس رجل خير واحنا بصراحه برضو بنشيد بيه طبعا يعني سوفيا لوزي سوفيا لوزه لوزه بالظبط يعني شركات الاتصالات والله الحقيقه هي بتشتغل فعلا خلينا برضو نقول انها يعني ما بنوجهها لوم بالعكس والله يعني دكتور رجب فعلا بتشارك جدا بتساهم في تنميه المدارس نعمل قريه اطفال برعايه اتصالات مثلا يعني اي قريه ثانيه قريه ثانيه بمعايير موبيلي فودافون والمواطن اللي بيس يعني قريه ثانيه برعايه المصرية للاتصالات وبنعكس ده على المواطن ويخصم الضريبه بتاعه سيد من خلال. عشان ما يتسرقش منه الموبايل زي ما عشان الناس ما تقولش بس ان احنا بنتكلم عليهم بس عشان ما يتسرقش منك الموبايل بجد حاول الطفل ده مرمي في الشارع عايز ياكل عايز يشرب هيجيب منين عايز يشتغل عايز حرفه عايز ينتج هيجيب المورد ده منين هو لو كان في ايده حاجه ثانيه غير التوجه لسرقه الناس او لاي هو عايز ياكل هو يعني هو بيسرق وبيهاجم ايه راي سعادتك التربية والتعليم بتحتاج كل سنة مليون كرسي للأطفال
وزاره التربيه والتعليم بتحتاج مليون الى 2 مليون كرسي للاطفال، كراسي خشب. انا ممكن انتجها في قرى في الورش بتاع الاطفال وملابس صناعات خفيفه. دكتور هاني منيب عميد الهندسه عندنا في جامعه النهضه، راجل فاضل قوي، كان قطاع رئيس قطاع التعليم الفني. أيوة. قال لي انا مستعد ادعم لك القرى دي بتعليم فني صناعي، واجيب لك من ايطاليا مدرسه ايطاليه لتعليم الاطفال دي الورش الحرفيه. ما دام عفاف ايران قلت لي هجيب لك معهد من ايرلندا متخصص للاطفال يعلمهم حرف. ناس تانية قالوا ان ممكن نعلمهم الابداع زي احنا بنبني مصر الجديده. يا دكتور رجب ويا استاذ امين، والله نتمنى نشوف مصر الجديده على راس اولوياتها الاهتمام بفئات كثيره جدا محرومه في المجتمع، من هذه الفئات يعني فئه اطفال الشوارع. يعني يمكن بننهي كلامنا مع حضراتكم، وموضوع الحلقه كان رساله، يعني افتكروا مره تانية رساله الجامعه في خدمه المجتمع. دكتور رجب، تلخص كلام حضرتك في اي نقاط رساله الجامعه في خدمه المجتمع؟ والله انا اولا من قناه التعليم العالي بشكر حضرتك وبشكر حضرتك برنامج نقطه تحول، ان احنا حولنا دور الجامعه الى دور تنموي حقيقي لخدمه المجتمع. دور احنا اللي بنشكر حضراتكم لانكم اساتذه الجامعه، ويعني ودور الصحافه برضو دور مهم جدا. بنشكر برضو من علمونا، يعني بنشكر والدينا رحمهم الله، وبنشكر اساتذتنا وكل وشيوخنا ومشايخنا. المجتمع محتاج الى تضافر جميع الادوار، دور الجامعه، دور المدارس، دور الاعلام، دور الصحافه، دور التعليم، دور المدارس، الوعي الثقافي لخدمه هذا المجتمع العظيم. مصر بعد 2011 بعد ثوره يناير لازم تتغير وتنطلق وتجري والى الامام ان شاء الله. ان شاء الله بايدين حضراتكم وبايدين كل واحد بيحب البلد دي. استاذ امين، حضرتك تحب تلخص كلامك في حديثنا عن رساله الجامعه في المجتمع، وشخصيا حضرتك مهتم جدا بزياره اطفال الشوارع. ده مش رساله الجامعه بس، احنا بنتمنى من ربنا يبقى في نقطه تحول، عوده لثوره الاخلاق، عوده لثوره الاخلاق اللي جمعت الناس في ضد الانجليز، الاحتلال الانجليزي، ثوره 19، ثوره 52، حرب اكتوبر، ايام الاستنزاف، زلزال 92، زلزال 90. احنا بنقول ثورة الاخلاق اللي جمعت الناس في 25 يناير، خلت بنت مقعدة تدهن رصيف في الشارع طلطوار. ثورة الاخلاق اللي خلت كفيف ينزل عشان يشوف الثورة دي ايه. الثورة اللي تم فيها تكميم الافواه، خلاص انتهى، كل واحد يقدر يعبر عن رأيه بلا حياء، يعني بدون خوف، بدون تردد. فاحنا من ثورة الاخلاق بنقول ان احنا لابد ان يتكاتف الشعب المصري كله واحترام الرأي والرأي الآخر، ويكون في حيادية، ويكون في عندنا حاجة اسمها رقي في الحوار السياسي مع بعض، وده اللي نتمناه والله، ورقي في الحوار الآراء نفسها، احترام الآراء بس. تمام. شكرا. بنشكر حضرتك جدا استاذ امين حامد الكاتب الصحفي، بنشكر حضرتك جدا استاذ الدكتور رجب استاذ الكيمياء، نتمنى لحضراتكم كل التوفيق بجد، نتمنى يكون لنا لقاء اخر مع حضراتكم ان شاء الله، ويكون في شيء تم بالنسبه للموضوع اللي حضراتكم شخصيا. تواصل بس معانا على الفيسبوك زي ما قلت، تواصل من خلال الفيسبوك شموع مضيئه، او اطفال الشوارع، مهرجان اطفال الشوارع، مهرجان القومي الاول لاطفال الشوارع 2012. تمام. شكرا، كل الشكر لحضراتكم، ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق. نشكر حضرتك جدا، بنشكر كل مشاهدينا الكرام تابعتونا النهارده في حديثنا عن دور الجامعه في خدمه المجتمع، وحديثنا عن موضوعات كثيره يمكن ان تهتم بها الجامعه في الفتره القادمه باذن الله. بنشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده من نقطه تحول.